السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير، معكم أخوكم سلطان قحطاني من موقع التقنية بلا حدود في جناح الخاص من شركة جيوني في معرض الـ MWC للعام 2015. الشركة أعلنت عن الـ E-Life S7، هاتف يعتبر الأقل سماكة من فئة الشريحتين ب 5.5 ملم، والوزن كامل له هو 126 جرام. الشركة أيضا قامت بتحسينات من ناحية المواصفات الخاصة بهذا الهاتف، 5.2 إنش بتقنية السوبر أوموليد، وبدقة أو بكثاف بكسلات 124 بكسل لكل إنش، بدقة 1080 في أحسن من الدقة السابقة اللي هي 720 بي. طبعا الهاتف يأتي بمعالج من الميديا تيك 1.7 جيجا هرتز، طبعا ذاك شوي عندك 2 جيجا بايت، الساعة داخلية 16 جيجا بايت. واحد من الأشياء اللي أشوفها سلبية إن الهاتف صار بتكلفة أكثر، لأنه السعر يبدأ من 399 دولار أمريكي وما في منفذ للذاكرة الخارجية. طبعا الهاتف يأتي بطاقة حماية من الجهة الأمامية ومن الجهة الخلفية. الكاميرا الخاصة بهذا الهاتف من الخلف هي 13 ميجا بكسل و 8 ميجا بكسل من الجهة الأمامية. طبعا نظام الأندرويد هنا لاليبا النسخة الخامسة مع الواجهة الخاصة بهذه الشركة، واللي طبعا مثل ما شفنا في عدد من الهواتف الصينية تقدم يعني ميزة الثيمات، وضع التطبيقات والبرامج من دون وجود لقسم خاص بهذه التطبيقات. هاتف فعلا نحيل، جودة التصنيع فيها ممتازة، اللمسات الخاصة الموجودة في الإطار اللي يحيط بهذا الهاتف محمول ملحوظة جدا. من جهة اليسرى ما راح تلاحظ إلا منفذ للشريحة، زرية التحكم مستوى الصوت، زر الطاقة موجود في الجهة اليمنى. من الأسفل منفذ مايكرو سبيد 2.0 ومنفذ صوتي 3.5 ملليمتر، ومن جهة العليا ما راح تلاحظ فيها أي شيء. نشوفكم على خير إن شاء الله، مع ألف سلامة.